نبدأ حلقتنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وفي فضل عرفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء. فهل فضل عرفة لمن يقف حاجا على صعيد عرفة أم لكل المسلمين أينما كانوا؟ وكيف للإنسان أن يستثمر هذا اليوم العظيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاجتهاد شخصي وأرجو أن أكون على صواب. ملخص هذا الاجتهاد: الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. أحيانا المجتمعات الإسلامية دون أن تشعر وعن غير قصد يصبح الإسلام عندهم جغرافيا وموسميا. جغرافيا: مرة كنت في بلد تؤدى فيه مناسك الحج، امرأة محجبة حجابا كاملا، فلما ركبت الطائرة خلعت كل هذا الحجاب وكأن الحجاب مفروض فقط في مكان معين. هذا إسلام جغرافي صار. والشيء الثاني: مضى رمضان، عاد الناس بعد رمضان إلى ما كانوا عليه قبل رمضان. فكأنني أستنبط من هاتين الحادثتين أن هناك فهما خاطئا للإسلام، أنه جعل دين موسمي في رمضان ودين جغرافي في مكان معين. الإسلام إسلام في كل مكان وزمان. منهج الله منهج كامل يغطي المكان والزمان معا. فلذلك لما الإنسان بينتقل من مكان إلى مكان بيغير استقامته بيغير منهجه، ليس هذا هو الإسلام. هو المصلحة، صار مصالح، صار مراعاة للظروف المعينة. هي نقطة مهمة جدا. فالإسلام منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، ويجب أن يطبق في كل مكان وزمان في أنحاء الأرض. هذا هو المنهج. فنحن إذا احتفلنا بموسم ديني كرمضان، أو احتفلنا بمكان مقدس كبلاد الحج والعمرة، ليس هذا هو الإسلام. الاستقامة بكل مكان، والمنهج يطبق في كل مكان. ما في مانع أبدا أن نرفع مستوى العبادة في هذا المكان، ما في مانع، لا على أن تلغى خارج هذا المكان، لا على أن نعود بعد رمضان إلى ما كنا عليه قبل رمضان من كذب وغيبة وانحراف. أكبر مشكلة أنه المسلمون بالعالم كله في رمضان في التزام طبعا، بس هذا المنهج الإلهي يطبق من أخص خصوصيات الإنسان من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، يطبق في كل مكان وزمان. هذا هو الأصل. لكن في مواسم، مثلا الحج موسم، موسم عبادي كبير، رمضان موسم، لا مانع أن أرفع مستوى عبادتي في موسم رمضان وفي موسم الحج. أما أن ألغي العبادة خارج رمضان، رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، يعني نفهم من الخطأ. المنهج يطبق في كل مكان وزمان، لكن في مواسم. المواسم دورات مكثفة، دورات استثنائية. شهر رمضان موسم عبادة، موسم قراءة قرآن، موسم إنفاق الزكاة، وكذلك عشر ذي الحجة دكتور، والحج كذلك. مواسم هذه. أما أنه خارج هذه المواسم أنا إنسان متفلت أفعل ما أشاء، ما في ضوابط، لا بالسهرات لا باللقاءات لا بالحفلات، هذا شيء مستحيل. هذا الذي أضعف المسلمين. إذن نفهم من كلام فضلتكم المسلم على استقامة كاملة، والاستقامة كما ذكرتم دكتور هي إطاعة لأمر الله وتجنب للمعاصي في كل مكان وزمان، ولكن في أيام المواسم يزيد من هذه العبادات، وفي كل عصر ومصر. جميل جميل. أما في المواسم تزداد العبادة، يرتفع مستوى العبادة.
لكن أن تقتصر العبادة على المواسم ثم تستبدل بالمعاصي طوال يعني العام، هذا تفريغ للدين. أحيانا أنا يعني أذكر الحقيقة المرة لا حبا بذكرها لا والله، أما ينقلب أعظم شهر عبادة إلى شهر ولائم ومسلسلات، هذا الواقع. أعظم شهر عبادة في الإسلام صار كله مسلسلات، للساعة للسحور مسلسلات، والمسلسلات خطرة يا أخي الكريم، في شيء خطير جدا. لا يظن أحد أنه خطر المسلسلات بعض المشاهد المثيرة، لا لا لا، هي أقل ما فيها. تطرح فكر يناقض الدين، تطرح فكر يناقض الدين. يعني المسلسل قد يريك إنسان غارق بالمعاصي والآثام في بار ببيته، وأنيق ورشيق وبيت واسع وسيارتين ثلاثة، وعنده هيك انفتاح كامل، ما عنده ولا شيء محرم، هذا عايش ببحبوحة فوق حد الخيال. بيفرجيك شيخ القرية إنسان أفقه ضيق، غرفته صغيرة، أولاده بالحارة، زوجته عند الجيران، بيعطيك أسوأ صورة عن رجل الدين. هو ما هاجم الدين بس أنهى الدين. نعم. المسلسل خطورته لا بالمشاهد المثيرة، أخطر بكثير، بطرح قيم تناقض الدين. نعم. أمور الدين انتهت. فهذا المسلسل بسموه، وكلامي دقيق أتمنى أن يكون واضحا، الإنسان في عنده خطوط دفاع، خطوط دفاع. مسلم، السرقة حرام، الزنا حرام، الخمر حرام، هي خطوط دفاع. بيقدر المسلسل يخترق خطوط دفاعك. بشوف واحد غني، سيارتين ثلاثة، مكانة اجتماعية، لقاءات راقية، بيت على البحر، بيت على الجبل، بيت بالعاصمة، وعنده بار بالبيت. هالبار هذا نقض الدين كله، الخمر حرام، لقاءات مختلطة، نساء كاسيات عاريات. لما بيعطيك واحد ناجح جدا في الدنيا وغني كبير وفهيم ويحمل دكتوراه أحيانا وله منصب رفيع وما عنده قيد ديني إطلاقا، نعم، ترى بمسلسل آخر رجل الدين أفقه ضيق، زوجته يعني وزنه 150 كيلو بس، أولاده بالحارة، ما في منطق عنده، هني ما ساوا شيء، أنهوا الدين بهالطريقة هي. خطورة المسلسل لا بالمشاهد المثيرة، هي أقل ما فيه، بالطرح المناقض للدين. المسلسل يخترق خطوط دفاع الإنسان، المسلسل الشيء المحرم عند الإنسان يراه سهلا جدا، سيدي خطط ذكية جدا، ويصبح مع الوقت مألوفا في حياته، مألوفا. نعم. عادي. نعم. طيب شيخنا الكريم، وهذا كلام دقيق ومهم للغاية، إذا الإنسان شمر وشد المئزر في هذه الأيام الفضيلة لكنه بقي على العبادة ممتنعا عن الحرام مؤديا للفرائض فهو بخير، أما إذا اجتهد في العبادة ثم قصر بعدها فكانه يقدم تعويضا نفسيا لتقصيره عن الأيام الباقية، فأنت تحذر من هذا دكتور؟ طبعا هذا شيء مقبول. شوف، أقل ما واحد بيصوم رمضان. نعم. أقل بكتير، عنده بقية عقيدة، كلامي دقيق. نعم. عنده بقية عقيدة، عنده بقية حياء من الله في هذا الموسم الكبير، يعني التزم الشرع. نعم. جيد، أنا لا أنتقد هذا الإنسان، بس هو البطولة أنه هذا رمضان الذي تركته في رمضان ينبغي أن يستمر بعد رمضان. نعم. لا أن تعود كما كنت، يعني مثل واحد طلع درجة ممتاز بعد ما انتهى رمضان رجع معك المكان ما تقدم، أما هو رمضان مثل درج مو درجة، لكن تحافظ على المستوى، رفعت مستواك. جميل جميل. طيب شيخنا الكريم، في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، هل هذه الفضائل تقتصر على من زار الديار المقدسة ضيفا للرحمن حاجا لبيته، أم تشمل المسلمين في كل العالم؟ لكن هو عفوا إنسان ترك بيته، ترك عمله، ترك زوجته، ترك أولاده، ترك متجره، ترك سهراته، ترك مقعد وثير في بيته، ترك طعام طيب، ترك 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 ألف قضية. نعم. وجاء إلى بيت الله الحرام، قد يسكن في خيمة، قد يكون الجلوس تحت خيمة،
هذا إنسان دفع ثمن هالعبادة لي. هون جاء إلى الله، جاءه ضيفا، جاءه زائرا، ضيفا في الحج، زائرا في العمرة، فهذا له معاملة خاصة. لهذا عبر عن محبته وعن شوقه وعن خضوعه لمنهج الله، لا أن يعبد الله في بيته وفي دائرة وجوده ولا في عمله، بل ترك كل شيء ليتقرب إلى الله. يعني جاء الله زائرا في العمرة وجاء الله ملبيا في الحج. عبادة تتجاوز البيت والعمل ومكان إقامتك، عبادة راقية جدا، لذلك ليس له ثواب إلا الجنة. فإذا من ذهب إلى الديار المقدسة حاجا له هذه الأجور الكبيرة. ماذا عن المسلمين دكتور الذين يملكون في قلوبهم شغفا ونية لأداء المناسك لكن لم يتمكنوا من تحصيل الفيزا؟ والله كأنهم حجوا، والله لأنه الله عز وجل، وإنسان لما بيصوم يوم عرفة كأنه شارك الحجاج حجهم. نعم. دون أي شعور. يعني هو الإنسان لما بيكون قادر على طاعة معينة له أجر كبير، واللي ليس قادرا ويبكي أسفا على عدم قدرته له مثل أجر الذي حج. يعني من ينوي الحج دكتور فلم يمكن لمال أو لفيزا فأجره كأجر الحجيج وإن كان في بيته. هذا إيماني والله، بنيته الصادقة. أبدا. سبحان الله سبحان الله، إنما الأعمال بالنيات. سبحان الله ونعم بالله رب العالمين. طيب شيخنا الكريم في أيام عشر ذي الحجة ونحن لكن بس دقيقة لازلنا فيها، يعني هو الحقيقة الحج على من فرض في الأساس، من استطاع سبيل، على المستطيع. المستطيع يعني معه مال، والمال مشغلة ومفتنة، فحينما يأتي إلى بلاد الله الحرام كأنه يبتعد عن الدنيا. أما الفقير يعيش حياة خشنة في بلده، هو أقرب إلى الله من الغني لأنه هو ما عنده شيء يليه عن الله عز وجل. فكأنه حينما الحج فرض على المستطيع معنى ذلك أنه هذا عنده دخل كبير، والمال يفتن أيام المال. فهذا إذا غادر بلده، غادر بيته، ترك سيارته، ترك مكتبه الفخم، ترك مكانته وقصد بيت الله الحرام، طاف مع الطائفين، نام تحت خيمة، كأنه قطعت عنه دنياه إلى حين. نعم. والله أذاقه في هذه في هذا العمل لذة القرب من الله عز وجل. ونعم بالله. فذاق طعم الإيمان. ونعم بالله. شيخنا الكريم ماذا يمكن للمسلم أن يفعل في يوم عرفة إضافة إلى الصيام كما تفضلتم لغير الحجيج؟ يعني من استطاع الصيام فهو أجر كبير، إضافة له ما ذكر المسمع. نعم. سنتوسع بعد إذن فضلتكم في هذه العبادات المقترحة بعد فاصل قصير. مستمعين الكرام نعود على الهواء لنواصل هذه الحلقة من برنامج مع الدكتور محمد راتب النابلسي والتي نسعى نحن وياكم فيها لنسير في أثر العلم طلبا إلى رضوان الله تعالى. فاصل ونعود، فابقوا بالقرب. شيخنا الفاضل دكتور محمد راتب النابلسي مرحبا بفضيلتكم من جديد. بارك الله بكم ونفع بكم. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فلماذا؟ أولا أنت تعبد الله ب365 يوم. نعم. وبكل يوم ب24 ساعة، في صلاة قيام الليل، في الفجر، في الظهر، عصر، مغرب، عشاء، يعني العبادة مستمرة. بس الله تفضل علينا أعطانا مواسم استثنائية كرمضان موسم والحج موسم، هي مواسم بترفع مستوى العبادة، بترفع نوعيتها، بترفع أجرها. مواسم استثنائية بسموها دورات مكثفة، أيام يعني في دورة للفيزياء لطلاب الشهادة الثانوية أسبوعين فقط، تعطى أدق الموضوعات، أدق المعضلات بالفيزياء، دورة مكثفة للعبادة. بس أنت تعبد الله ب365 يوم، بس بهالموسمين، موسم زمني كرمضان وموسم مكاني بالحج، في عبادة مكثفة. بالحج تركت بيتك، تركت أسرتك، تركت أصحابك، تركت لقاءاتك الدورية، تركت هيك الأشياء المباحة، عندك مقعد وثير بالبيت،
في كرسي هزاز كمان، قعدت على الأرض بالخيمة، تركت كل إيجابيات حياتك ببلدك وجئت بيت الله الحرام، ازدحام لا يحتمل. مرة في أحد أيام الحج أذكر أنه ما ممكن، كان سنتا ما انضبط العدد، أيام الحج كلها صدر لظهر كتف لكتف أبدا، يعني كأس الماء لو بتدفع مليون ساخن، البراد ما بيلحق يبرده، هذا مو سهل يعني. الله بيحطك بظرف تريده، الله جعل الحج في واد غير ذي زرع، لو كان بسويسرا الحج ما بتعرف الحاج من السائح، بيختلطوا عليه. أما في واد غير ذي زرع، ما في جبل مشجر أبدا يعني، إلا هي عرفات الآن أحدثوها جديد يعني، بس بلادك الله جعلها بعيدة عن الجمال الطبيعي، لأنه حتى ما يختلط الحاج مع السائح. نعم. وبأيام في حر، وبعدين ازدحام يفوق حد الخيال يعني، أيام 4 ملايين مثلا بمكان واحد يعني، بعدين في خدمات لهم والله كبيرة جدا. شيخ الكريم، الله لا يحتاج تعبنا ولا عبادتنا، فلماذا كانت كل هذه المشقة تجتمع في موسم الحج؟ يمتحننا الإنسان لما يكون الدين يعني متوافق مع شهواته. ما بتعرف التقي من الورع، ما بتعرفه. أما هون قاعد ببيتك ما عندك ولا مشكلة، سيارتين ثلاثة على الباب واقفين، لقاءات أسبوعية، ضيافة راقية، والله شيء حلو. هون الله أمرك تعال إليه، الإسلام كله يطبق في بيتك وفي متجرك وفي مصيفك وفي أماكن وجودك، إلا الحج تعال إليه. أنت الآن زائر، أنت مدعو بالحج وبالعمرة زائر، وعلى الداعي كرامة الضيفان إكرام الضيف، إلك أجر كامل يعني. عفوا، أنت عم تصلي ببيتك، أولادك أمامك، زوجتك أمامك، عم تصلي بمحلك التجاري، زباين موجودين. نعم. هون ما بتعرف حدا، قاعد بخيمة، خيمة على الأرض يعني، مو شغلة سهلة يعني. إذن هي لتهذيب النفس أبدا، فيتجرد الإنسان من رغباته لله. المبالغة بالرفاه بالحج بيتناقض مع علة الحج. المبالغة في الآن يعني، أماكن أسعارها تفوق حد الخيال يعني، قاعد بفيلا، كل ما رفهت حالك بالحج ضعفت قيمة الحج، ضعفت حكمة الحج، ضعفت المشقة بالحج، مشقة غير مطلوبة يعني. عفوا، لو في ماء بارد وماء حار ما لك أجر بشرب الماء الحار، في ماء بارد. نعم. بس هون أحيان بيكون الحج في رفاه يتجاوز الحد المعقول. نعم. هذا الحج صار سياحة. نعم. الله يفتح عليكم. اسمح لنا شيخ ننوه إلى مستمعين الكرام الراغبين بالمشاركة معنا بالاتصالات الهاتفية في موضوعنا لهذا اليوم عن فضل يوم عرفة، بعيدا عن الأسئلة الفقهية. شيخنا، من لم يذهب إلى الحج وكان قلبه تواقا ليكون ضيفا من ضيوف الرحمن في ردائه الأبيض، وكان في بيته، في محاله، في مكان عمله، كانت في تجهيزها لليلة العيد، هل يمكن أن يؤجر في أداء لمناسك يوم عرفة في بيته؟ ثقة مطلقة بما سأقول. نعم. الذي ما أتيح له الحج وهطلت من عينه دمعة شوق لأن يكون مع الحجاج. نعم. والله عند الله كأنه حج. نعم. هذا إيماني. نعم. والإنسان يحاسب على رغباته. طيب، ماذا نفعل في يوم عرفة دكتور؟ هذا اليوم هو الحقيقة أقدس ليلة في حياة المسلم. نعم. ليلة القدر، وأقدس يوم في حياة المؤمن يوم عرفة. الله أكبر. يوم صيام، يوم قراءة قرآن، يوم أعمال صالحة، يوم دفع زكاة، يوم يعني أعمال صالحة، منها إنفاق المال، منها ترك الطعام والشراب، منها رعاية الأهل والأولاد، هذا يوم عبادة. وأقول مرة ثانية، أقدس ليلة في حياة المسلم ليلة القدر، وأقدس يوم في حياة المسلم يوم عرفة. جميل. هل تنصح شيخنا بالتسوق بهذا اليوم؟ يعني الذي يذهب لتأمين احتياجات العيد، أم مثلا يذهب مساء فيستغل؟ والله أنا أتمنى أن تؤمن قبل يوم عرفة. نعم. هذا يوم عبادة يتفرغ فيه للعبادة. جميل. ماذا عن متابعة صور الحجيج دكتور والتلبية معهم عبر التلفاز؟ كأنك معهم،
يعني الآن حقيقة يعني ماذا أقول لك؟ مثل آخر، أنا في عندي آيباد، أتصل بأحد أولادي وهو في أمريكا على حجم الشاشة، عم أحدثه ويحدثني، والله في إنجازات الآن مذهلة، كأني معه، يعني الآيباد الكبير على حجم الشاشة، وجهه وابتسامته وملامح وجهه، في إنجازات الآن مذهلة. فإذا أنت يوم العرفة جلست وراء الشاشة رأيت إقبال الحجاج في عرفات، دعاءهم في عرفات، توسلهم إلى الله في عرفات، والله كأنك معهم. يعني في إنجازات الآن يجب أن تستغل إيجابية مو سلبية، مو تزيد الأفلام، تزيد من روحانية الشاشة، مو الأفلام. نعم. نقلك للحج هي لم تكن متاحة في حياتنا كلها. نعم. نعم. الله يفتح عليكم يا دكتور. أتمنى من الإخوة المستمعين والمشاهدين هذا اليوم يعني خلوه يوم عطلة، يعني اترك النشاط التجاري بهاليوم، مو تركه نهائيا، بس تابع هالمشاهد الرائعة جدا. الله يفتح لكم يا دكتور. نستأذنكم بجولة من مشاركات مستمعين الكرام معنا على هواتف الإذاعة. معنا ماهر باتصال، تفضل أخي ماهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. الله يجزيك الخير. أنا بتسأل الشيخ إذا كان صيام يوم السبت هل هو مكروه؟ احنا اخي ماهر نستأذنك، يعني جميع الأسئلة الفقهية بعيدين عنها لوجود تخصص برنامج آخر في الإذاعة فيها. الله يكرمك. نتحدث عن فضائل يوم عرفة. كل الشكر والتقدير لك أخي ماهر. إذا كان لكم يعني فقط إرشاد سريع شيخنا، هل من حرج في صيام يوم السبت لأنه سبت ويكون يوم عرفة؟ هو الحقيقة السبت منهي عنه مطلقا، أما إذا كان في عرفة انتهى الأمر، التغى الأمر. نعم. صار في موجب له، يعني يلتغي النهي هنا أبداً ويصام أبداً حتى لو أراد أن يفرده. لو واحد أحب يفرد صيام السبت فقط منهي عنه، أما في يوم عرفة القاعدة مختلفة، صلوا مناسبة تاني أقوى. شكرا لك شيخنا الكريم، شكرا لك أخي ماهر. إياد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير إن شاء الله، تفضل أخي إياد. الفكرة في يوم عرفة والحجيج اللي هي الفي آي بيز، طيب ما هي قاعدين بيقدموا بوزة وبيقدموا أكلات شهية وقعدات يعني ولا إلها دخل لا بالحج ولا بال، بس هي ما فيها مخالفات شرعية، يعني فيها رفاهية صح؟ رفاهية. ما هي الشيخ الفاضل بيحكي إنه المشقة في الحج، حتى إنه على الأقل إنه نكون قريبين من الله في 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 عملنا. طيب. مش إنه قاعدين بنمد، يعني الرفاهية الموجودة حالية واللي بتشوفها للزعماء وللرؤساء وللتجار وللشيوخ الكبار اللي شو اسمه. نستمع إلى توجيه من الشيخ أخي إياد، شكرا لك ولطرحك معنا، شكرا جزيلا. معنا أبو سيف، تفضل يا أبو سيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم الله يعفو عمرك يا رب، تفضل يا أبو سيف. بدي أسأل عن يعني خطبة يوم عرفة، ولكل أمانة أنا ما بسمعها، يعني للأمانة العلماء اللي بطلعوا خطبة يوم عرفة يعني هي لآل سعود تخصص الخطبة. طيب خلينا بالأفكار العامة أبو سيف، يعني دون تحديد الأسماء. أنا بدون أسماء يعني. نعم. هي خطبة هاي يعني يجتمع 3 مليون وبجوز في 100 مليون أو 200 مليون على التلفزيون. نعم. عشان يستمعوا لهذا اليوم ويوم عظيم أو لهاي الخطبة. نعم. والخطبة في مضمونها يعني الأمانة بجوز تأذي المسلمين. أيضا نستمع إلى توجيه من فضيلة الشيخ للموضوع، شكرا لك أبو سيف. شيخنا الكريم بعجالة من لطفة قبل أن نخرج إلى الفاصل، أخونا إياد يطلب تعليقك على الرفاهية الزائدة ببعض مخيمات الفي آي بي في الحج. والله الطعام والشراب مدام مباح، واحد وضعه المادي جيد جدا، ما في مؤاخذة عليه، يعني إذا كان أحب يأكل أكل درجة أولى هو دخله كبير. نعم. ما في مانع، لا يتناقض مع الحج، ما في مانع. بس لما هو يقصد الرفاه، يقصده بالذات لدرجة غير معقولة، هالقصد للرفاه بدرجة غير معقولة يتناقض مع حكمة الحج. طيب إذا قصد فضيلتكم شيخنا، إذا كان نيته أن يرفه عن نفسه وكأنها رحلة سياحية هنا الخلل. نعم. أما النية لله طبعاً، لكن ظرفه المالي يسمح يعني له بخدمات، يسمح له أنه يكون ساكن لا مانع بهذا، بغرفة بأوتيل لحاله، يعني المشقة ليست مطلبا. لا لا، لكن المبالغة فيها يعتبر. أما حينما خروج تكون المشقة أداة وحيدة لأداء منسك حج مقبولة، حينما تكون المشقة أداة وحيدة فريدة، يعني الطواف مسهل بس هذا ما في حل تاني له. السعي في ازدحام، المشقة إذا كانت مقصودة لذاتها مرفوضة.
أما إذا كان الشرط أساسي لأداء منسك بالحج فعليه بها أبدا. أما في أيام أخرى مثلا في خيمة مكيفة خيمة كذا لا مانع من أن أبداً. يستفيد الإنسان من هذه أبداً. النعم. أخونا أبو سيف يطلب أيضا تعليق من فضلتكم حول خطبة عرفة، ما الذي يفترض أن تحتويه كخطبة تجمع مسلمي العالم؟ أنا من باب حسن الظن في العمر المديد الخطبة عامة تكون دائما، نعم، بجوز بظروف معينة استثنائية في فقرة منها خاصة، نعم، مو كلها، نعم، لا تعمم. ما هو توجيه فضلتكم؟ ماذا يفترض أن تضم خطبة عرفة لمسلمي العالم؟ دعوة إلى المسلمين في الأرض ليعودوا إلى الله عز وجل. دعوة إلى مسلمي الأرض. أنا يعني معلوماتي المتواضعة سابقا وإلى عهد قريب الخطبة عامة كل عامة، نعم، لكن ظروف استثنائية صار في قسم منها خطبة خاصة، نعم، قسم، نعم، مو كلها، نعم. بارك الله فيكم مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود من بعده لمواصلة حوارنا مع فضيلة العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي والمزيد من مشاركاتكم على هواتف الإذاعة بإذن الله، فابقوا بالقرب. شيخنا الكريم، قبل الفاصل كنت تحث الناس على يوم عرفة أن يسعى الإنسان ما استطاع إلى التفرغ بعيدا عن التسوق أو العمل إن كانت ظروفه تسمح له بذلك. القرآن، الصلاة، مشاهدة الحجيج، على القلب يرق معهم الأعمال الصالحة، صلة الأرحام، من العبادات التي حثثت الناس عليها. من كانت طبيعة عمله دكتور سائق أو بائع في محله، هذا يوم مفصل في عمله، كيف يستثمر العبادة؟ معذور عند الله، معذور عند الله. كيف يكسب الأمرين معا؟ يعني الآن في أيباد صغير، نعم، تتابع كل شيء، صور الحجيج، في هاتف صغير تتابع كل شيء. هل يمكن وهو يقود السيارة أن يكون ذاكرا أو مسبحا؟ نعم نعم، ويؤجر في ذلك الدكتور لو لم يجلس متفرغا أبدا أبدا للعبادة كاملة. الذكر يدور معك في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال، نعم، الذكر، نعم، فاذكروني أذكركم، نعم، في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال. سبحان الله، جميل. طيب شيخنا الكريم، أيضا يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وفي رواية وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا تتمة الحديث النبوي الشريف. لماذا خير الدعاء دعاء يوم عرفة؟ وقت قرب من الله. لا، خير الدعاء وأنت ساجد، السجود أقرب حالة للإنسان مع ربه، أفضل دعاء يوم عرفة، نعم، أقرب يوم إلى الله عز وجل. هي مواسم، في مواسم ظرفية مواسم زمانية، الظرفية السجود، الزمانية يوم عرفة، نعم. هل كل عرفة دكتور خير أم فيه أوقات محددة يعني يستحب الدعاء هو فيها؟ بعد العصر أكثر شيء، بعد العصر، من بعد العصر إلى المغرب، إلى المغرب. هل هي أيضا تتوافق مع لأنه هو اليوم طويل، تقول واحد دعاء مركز 24 ساعة مستحيل، نعم. أما هو يبدأ من بعد العصر إلى غياب الشمس، خاصة الشيء المركز، نعم. بتمنى لإخواننا الحجاج أن يخرجوا من الخيمة. ليش؟ لأنه بالخيمة في مجتمع، الإنسان بيناجي ربه أيام، بيبكي بالمناجاة، بيطلب منه أشياء خاصة. بتمنى أنه في الوقت هذا خذ مكانك تناجي ربك وحدك من دون ما حدا يسمعك، نعم. المناجاة المسموعة تعمل حرج، نعم. الإنسان سواء كان صوته مسموعا أو في داخله لا حرج، المهم أن قلبه موصول بالله وعلى أثر. بس يعني أنا من خلال خبرتي بالحج، ما دام أنت مع جمع غفير يوم، نعم، عرفة، ما بتقدر تتذلل لله عز وجل أمام جمع كبير، نعم. أنت بحاجة تحت شجرة هيك وراء الخيمة وهيك وقت هيك خاص ما حدا سمعناك، نعم، ناجي الله وطلب منه حاجاتك كلها. وعن غير الحجيج دكتور أيضا يدعون في هذا الوقت؟ أيوة والله، مثلا إلى الأشخاص في الأردن، أيوة، ما بين العصر أبداً والمغرب أبداً. أي نعم. نعم. دكتور، قد يعني يجتمع فضل لمن هم ليسوا في عرفة ألا وهو الصيام، ويعني للصائم دعوة لا ترد كما، نعم، ورد في حديث النبي، نعم، وخير الدعاء دعاء يوم، نعم، عرفة. فهل الدعاء يمكن والصيام، فهل يمكن أن يكون هنا فضل عرفة وفضل يعني الصيام ليكون الدعاء مستجابا أكثر من غيره في طبعاً هذا اليوم؟ طبعا طبعا، مواسم. بماذا مواسم ندعو دكتور؟ والله أنا أدعو بالحفظ، نعم، والسلامة والعمل الصالح، يحفظ من مرض خبيث، من مرض عضال، من شقاق زوجي أحيانا، من ابن عاق، من إنسان صهر غير متوقع مثلا، هي أشياء دقيقة جدا. الحفظ والسلامة من مرض من شيء، يعني إذن يدعو الإنسان لخير الدنيا والآخرة معا، للأمرين معا. الله يجزيك خير. معنا أبو أنس باتصال جديد، تفضل يا أبو أنس.
اهلا ومرحبا بك معنا. كيف حال الدكتور؟ ان شاء الله تمام الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اشهد الله ان احبك في الله دكتور. الله يبارك فيك واياكم دكتور. وانا كذلك. اللهم امين. الله يرفع قدرك يا رب. اهلين دكتور. بس بدي اسالك سؤال شخصي اذا فيها مجال. اذا في موضوعنا بالحد طبعا في موضوع الحلقه. نعم بدي برنامج الدكتور في يوم عرفه. طيب والله انا ببيتي قاعد صيام ودعاء والله ما عندي شيء. ما عندك اي برنامج دكتور او اي؟ لا والله لا ابدا ابدا. الله يعطيك العافيه. هذا يوم تفرغ سيدي يوم تفرغ. شكرا لك يا ابو انس بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك. اذا الانسان دكتور لا يحتاج في هذا اليوم ان يخرج عن روتين حياته اليومي ويكون وكانه يعني في منهج لا. جديد ومختلف يوم عادي كباقي الايام. ذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الذكر وانت عم تقود سياره تذكره. نعم. وانت عم تجلس في بيتك مع اهلك تذكره. هذا ذكر بيدور معك بكل أحوالك بكل أوقاتك بكل ظروفك. لكن إذا استطاع كما تفضلتم شيخ الإنسان أن يتفرغ في هذا اليوم فهو فرصة لمزيد من الوقت من القرآن. ما فيني أحكي الكلام لأنه على الإذاعة. نعم. في محلات تجارية كل شغلة يوم عرفة ما فيني أمنعه من البيع والشري. طبعا. هذا موسم بالنسبة له. طبعا. لكن هو مع الله دائما. مع الله في متجره، مع الله في قيادة سيارته، مع الله في بيته، مع الله في عمله، مع الله في المستشفى لا سمح الله. نعم. كن مع الله ترى الله معك. ونعم بالله رب العالمين. الله يفتح عليكم يا دكتور. طيب شيخنا الكريم بعد يوم عرفة يأتي بعدها يوم النحر ألا وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك. في العيد دكتور تختلط مشاعر العبادة باعتبار أنه لا زال من أيام عشرة ذي الحجة وأحيانا بعض أجواء الفرح والتي قد يشوب بعضها بعض المخالفات يعني غير المقبولة. ما هو توجيه فضيلتكم في أيام العيد؟ العيد يوم فرح شئت أم أبيت مهما كان في مصاب كبير بالأمة. نعم. بلد محتل يجب أن تفرح فبذلك فليفرحوا وأفرح الصبيان. إذا كان في مأساة عامة بالأمة بلد محتل مثلا بتلغي العيد ما بيلتغى العيد. هذا العيد موسم فرح فبذلك فليفرحوا لا بالأمر فرح. بالمناسبة للصغار هذا ينتظر العيد من عام إلى عام ينتظر هذه العيدية ينتظر هذه الهدية هذا الثوب الجديد في باب الجنة باب الريان لمن يفرح الصغار. هذا باب الجنة خاص بالصغار لمن يفرح الصغار. ثوب جديد للطفل بيغير حياته كله. أيام بيكون الأب ما له قنعان بس العبرة تمشي مع قناعة ابنك. في دليل دقيق من كان له صبي فليتصابى له ينزل لعقله سبحان الله. أيام لعبة للبنت ما بتنام من فرحها لعبة صغيرة والنبي سمح باللعبة مع أنه هي مجسم لإنسان أو لامرأة. نعم. سمح باللعبة استثناء. نعم. الله يفتح منهج عليكم. تفصيلي الله يفتح لكم يا دكتور لهذا التوجيه. إذن مهما كان في مصاب في الأمة هذا لا يعني الإنسان لا يفرح ولا يدخل الفرح إلى أهل الفرح بيت. واجب. نعم. والله قال فبذلك فليفرحوا. نعم. هذا يوم فرح لو في مأساة عامة لو في بلد محتل يجب أن تفرح ولا يعني هذا الفرح أنه تخلى عن همه في الأمة أو دعاء للأمة. نعم. وإنما يفصل بين الأمور في. نعم. مناسبة. نعم. العيد. نعم. جميل. ماذا عن الأضحية دكتور؟ كثير من الناس يسعى لها في هذه الأيام تحث الناس على الأضاحي والتمسك فيها لمن يستطيع ماليا يعني أداءها. المشكلة أنه اللحم شيء سمين جدا. جدا سمين. الأضحية عم توزع المادة الأساسية. لا مثلا موظف مو معقول يشتري دابة أضحية. نعم. بنصف معاشه. أما حينما تضحي أنت وتوزع على أقاربك يعني أجمل شيء بالأضحية توزع على الأقارب وقد يكونون أغنياء وعلى الجيران وعلى الفقراء. يعني هي ليست فقط للفقراء. لا لا أبدا الهدف منها الإطعام لمن حولك من الجيران من الأقارب وتأكل أنت وأهل بيتك أبداً منها أبداً وكذلك للفقراء نصيب أبدا. ولو أكلتها كلها ما في مشكلة أبدا. نعم. أطعمت الأولاد اللحم. اللحم مادة أساسية. نعم. إذا الفكرة فيها تعظيم الله تعظيم الله بإهراق الدم توحيدا لله وإطعام اللحم. نعم. اللحم مادة أساسية. اللحم سيد الطعام. الله يفتح عليكم يا دكتور. إذا الإنسان استطاع أن يحيي هذه المفاهيم فهو يكسب الدنيا بسعادة ويكسب الآخرة بنية توصله إلى الله ولو كان في بيته. يعني بس أنا أجره كأجر الحجيج. ملاحظة بسيطة هو الأضحية يجب أن تكون في بلدك. نعم. إذا إنسان مقيم ببلد
وبلده الأصلي في جوع يفوق حد الخيال، أنا أفتي بالحالة هي أن تكون أضحية في البلد المصاب، بلد في نزوح مجاعة، في خيام، في مجاعة، أنا أفتي بأعماقي وأنا واثق من صحة الفتوى، الأضحية تدفع توزع هناك للمسلمين هناك. الله يفتح عليكم يا دكتور.